آباء البرية يعلمونا يقول لك إيه؟ إبليس فتال حبال. فرد وقال له يعني إيه يا أبي؟ قال له يعني إبليس يديك طرف الحبل، لو لقاك مسكته يفتلك في الحبل. كلمة فتال حبال دي يعرفها جماعة الصعايدة، لأن بيعملوا يفتلوا الحبل من النخيل، ياخدوا من النخل الليف بتاعه ويعملوا منه الحبل اللي بيبقى لونه بني كده وبيشوك. فيفضل إبليس يفتلك في الحبل دوت ويديك طرفه. انت عملت ايه؟ مسكت طرف الخطيه، يروح مطول لك الحبل، بعد كده يربطك بالايه؟ بالخطيه، فتخرج من حريه مجد اولاد الله وانت ابن لله، فتصير عبد للخطيه اللي انت قبلتها بايدك من ابليس. ابليس مش هيجبرك، لكن ياثر عليك، يلعب في فكرك، يغير حبه الامور حواليك. لكن طول ما انا ناصص او ناظر تحت، باصص لتحت كده، نظرتي تحت، شايف الارضيات والشهوات والمشاكل وهمومي واحتياجاتي، فعيني على الارضيات وعيني على مشاكل الشخصيه وعيني على اتعابي وعيني على سقطاتي وعيني على خطاياي، فحس انه مفيش فايده مهما حصل. لكن في الحقيقه ان المسيح واقف منتظر انك ترفع عينك فوق وتقول له ايه؟ ارحمني وخلصني، أعني، نجيني، محتاج قوة، أنا عايز ومش عارف، أنا نفسي ومش عارف. تعود لما تكون عايز تقوم من وقعة، من سقطة، خوف، ألم، قلق، اضطراب، أيا كان نوع. لو أنت واقع في بحر كل الخطايا، أنت ملحد وكذاب وشتام وبتشرب مخدرات وخاطي وزاني وعندك كل شر العالم، يسوع منتظر بس كلمة ارحمني، أنا محتاج لك، أنا عايز ومش عارف، أنا عايز ومش قادر. سيد المسيح بيقول عن الفريسي والعشار، ودي بقى نقولها مين بقى؟ نقولها بقى للكاهن والخدام الحلوين اللي طول النهار والليل بيخدموا. الخادم كده لما يخدم يحس بنفسه بقى، ده أنا كويس، أنا لا بكذب ولا بشتم ولا بحلف ولا بعمل زي الخطاه الوحشين دول، ده دول ناس يا رب ارحمهم ارحمهم. اقول لك على حاجه، انت صلاتك مش مقبوله ومرفوضه، ان عندك شعور بذاتك. الخادم والكاهن نفسه ان ما كانش يقف يستمد قوته من نعمه الله وروح الله القدوس ما يعرفش يخدم. لو انت هتكذب بالنولج بتاعتك باللي انت قريبه من قراءات وكتاب مقدس وتعليم اباء وتتحرك بنفسك، فانت خادم فاشل وكاهن فاشل. لكن لو عايز تتحرك صح، تحرك بنعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. الله بيعمل، بس إمتى يعمل؟ لما أنا يجي الشيطان يديني حبل الخطية، طرف الخطية، طرف الشهوة، طرف السقوط، طرف النجاسة، طرف الغضب، طرف الكذب، طرف الخوف من بكره، كل خطيه وشر وشبه شر انا رفضته. ابليس جاب لك فكره وانت كل اللي عملته قلت ارحمني يا رب وخلصني، يا رب يسوع المسيح نجيني، يا رب يسوع المسيح ارفعني، يا رب يسوع المسيح خلصني. فرفعت قلبك للمسيح، ايه اللي يحصل؟ يجي الروح القدس يسندك وايد الله تشددك، فتلاقي نفسك قادر، تلاقي الصوت بتاع الخطيه ده بيروح ويجي، طرف الشهوة بتاعت فكرك تروح وتيجي. على فكرة الشهوة بس مش كلمة نجاسة، الشهوة ممكن تكون شهوة محبة المال، شهوة الذات، شهوة الكبرياء. تحت كلمة شهوة وخطية وشر تقدر تحط كل شيء ممكن يكون بيفكر فيه البشر، ولكن بالنعمة تخلص، بقوة ربنا يسوع المسيح تخلص. آباء البرية عندهم ميزة كلنا محتاجين نتعلمها، عارفين ايه هي؟ الجدية في الحياة الروحية. أنا لما يكون عندي جدية في حياتي الروحية، إبليس ما يقدرش عليا. أما بنطنيوس وأبو مقار لما طلعوا البرية ما طلعوش هناك يتدلعوا. في جدية، في صلاة، في سجود. في بجد كلمة ربنا يسوع المسيح دي بتطلع من قلبي، بتطلع من جوايا. يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع خلصني، يا رب نجيني، يا رب قويني، يا رب شددني. كلمة يا رب يسوع المسيح دي
عايز اقول لكم تطرد كل قوه الشر. بس في نقطه، ما كنش بقول يا رب يسوع المسيح بفمي، بس قلبي وفكري عنهم من الشر والشهوة والخطية. يعني ما بقاش اقول يا رب يسوع المسيح، بس انا في عقلي انا عايز الامر ده وماسك فيه وهروح بس بحاول. ما انا حاولت، صليت، صدقوني حاولت، بس ما قدرتش، ربنا ما ساعدنيش. ده يا حبيبي يسوع يقول هأرذ انا واقف على الباب وايه ان فتح، قال هكسر الباب، قال هدخل غصب عنك، قال هكبرك،